أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامجنا دردشة في بلاد المهجر. بلاد المهجر يستوعب الكثير من الشخصيات اللي كانت مهمة في بلدها وكيف تبدي من الصفر في البلاد الجديدة، وكثير من الناس تأخذ جنسيات وهم من أصول أجنبية. نناقش مع شخصيات مهمة عندنا في بلجيكا، اختارينا شخصيتين مهمة، شخصية مجتمعية وشخصية فنية، نناقش حول هاي الأمور. معانا الآن الأستاذة العزيزة سهام عصري. أهلا وسهلا. شكرا. والأستاذ العزيز طالب السعدي، فنان معروف في بلجيكا ومن أصل عراقي. أهلا وسهلا أستاذ طالب. نبدي بوجهة نظر أستاذة سهام، لكون هي محتكة مع خلينا نقول مع مع الأجانب أكثر من خلال مؤسستها اللي راح تتكلم عنها. أهلا وسهلا أستاذ ست سهام. أهلا. أنا أشتغل في جمعية بنعمل دروس فرنسية أول مرة. شو اسمها الجمعية؟ جمعية لموند دي بوسيبل. نعم. عالم الممكنات بالعربي، وبنعمل دروس اندماج فرنسية للاجئين والأشخاص اللي عندهم المغتربين. وشفتي منهم يعني كثير في شخصيات، في ناس بسطاء مستويات، في أستاذ جامعة، في فنان. لما يجون على الغربة على أوروبا بيجون بإمكانيات وبقدرات كثير. في دكاترة، في أساتذة جامعيين، في يعني عند عملوا في بلدانهم وعملوا في بلدانهم دراسات عليا. لما يجون هون على بلجيكا بيبتدون من المرحلة الأولى، يعني من زيرو، من زيرو تعليم، يتعلمون اللغة الفرنسية مشان يقدرون يندمجون اجتماعيا وكمان بروفيسيونالمون، مشان يحصلون على عمل حتى يتعلمون. مشان لكن المشكلة أنهم عندهم ديجا قدرات. طبعا. في قدرات لإني تتعلم اللغة مشان يعني ما إجا بسيط، هو جاي عنده مستوى من الدراسة ومن التعليم ويبدي من البداية مشان في مرات مشان يثبتون، مشان يتم الاعتراف بقدراتهم يعني الحرفية حسب القانون البلجيكي. حسب القانون البلجيكي صح. مثل أستاذ طالب فنان معروف بالعراق، كيف بدأ حياته في بلجيكا؟ الحقيقة من ناحية الفنية، إذا أقول أنه بديت حياتي في بلجيكا من ناحية الفنية، يعني صار لو من ناحية الاجتماعية مثل ما تفضلت يعني شون بديت بداية فنان بدأ في بلجيكا؟ الحقيقة هي بواسطة أيضا المدارس التعليمية اللي كانت اللي تعلم اللغة الفرنسية والاندماج، فكنت في أحد المدارس أول ما دخلت بلجيكا كانت من أجل تعليم اللغة الفرنسية. كانت الأستاذة لها يعني عدة اتجاهات، ليس إلا بس يعني تعليم اللغة الفرنسية، فكان أكو عندهم نشاط فني أيضا بالرسم وغيره. فمن صار النشاط الفني فساهمت وياهم بإحدى اللوحات، فعلى أثرها قال سألتني هل ممكن أنه نعمل لك معرض وكذا، لأنه أنا كنت بالأساس يعني فنان تشكيلي. فمن شافت اللوحة عجبت بها فعملوا لي معرض. وانت ما ترغب إليه؟ وأنا اللي أرغب إليه كنت. فالحقيقة لأنه الفن الفن بحد ذاته هو مترجم نفسه، ما يحتاج لغة، ما يحتاج لغة ولا يحتاج مترجم، يعني يحوله من لغة العربية إلى لغة فرنسية وإنجليزية، توصل رأسه توصل. وتذكر أنت هم درست عندهم؟
واني درست ايضا عندهم في نفس المدرسة قبل سنتين يعني ب 2017 جديدة عدى الأكاديمية وهم عملوا لي معرض ايضا هم المدرسة هاي المديرة كنا رايحين ايضا في هاي مو المدرسة مع السيسيهام غير المدرسة لاموند يعني انتوا عملتوا له معرض لانه كنا رايحين كانت اكو مظاهرة على التمييز العنصري في بلجيكا يعني قبل ما تلتحقين الجوز فحضرنا كان اكو معرض مع التمييز العنصري مع احد الفنانين الافارقة الحقيقة حلو فالمديرة قالت لهم اللي قائمين بالمعرض انه احنا عندنا ايضا فنان تشكيلي فهم رغبوا انه يشوفون لوحاتي راوتهم اياها بالتليفون فاصروا انه يعملوا لي معرض جيد فعملت معرض معاهم بواسطة المدرسة لموند ديموند لموند دي بوسيبل ولأن هذا هدف من أهداف المدرسة مو بس تعليم اللغة الفرنسية كذلك إبراز قدرات كل واحد مشان هيك في دروسنا والأستاذ الطالب بيقدر يأكد كلامي مو بنتكلم هو أكد كلامي مو بنتكلم بس مع الحروف لا مرات بنطلب من الطلبة يعملون مسرح يرسمون يعبرون على أفكارهم بأشكال مختلفة يعني ورش تعملون كان خط أو رسم أو أي شيء نعمله مشان يقدرون يعبرون على أفكارهم ما بنعتمد بس على اللغة لأن اللغة هي أداة لكن في أدوات أخرى طبعاً. بنقدر نستعملها كالرسم مثلاً كالمسرح رياضة مرات الرياضة ومرات لزاتوليه في المطبخ بيعملوا في طلبة بيعملوا أشياء يعني مو فقط دراسة مو بس ما بنحكي بس مع اللي عندنا بالدماغ بس كمان اللي بنقدر نعمله باليد لأن بالفرنسي بنقول لي savoir شو عندنا بالرأس اللي savoir faire شو بنعمل باليد مشان هيك الرسم هو تعبير بنعبر على أفكارنا بشتى الطرق بيكون عن طريق الكلمة بالكتابة وبتكون عن طريق الرسم واللوحة اللوحة هي اللي تعكس ما يفكر بي وحتى في المطبخ في فنان وراء يعني الاشي اللي بناكله يعني الحقيقة أنا كتجربة شخصية صح تفاجأت من اجيت الى بلد يختلف عن بلدنا كليا يعني كليا بمعنى 100% حتى الجو تعرفين احنا اجواءنا حارة يجينا على جو بارد ومطر ناس ما تعرفين شنو لغتهم شنو طبائعهم يعني اختلاف 100% بس يعني واحد يحكي ضميره لمست يعني تقدير من المكان اللي عشنا فيه يعني انا بالسنتر اول ما رحت طبعا اكيد السي في عد المسؤولين اول ما رحت على السي في يعني ما قبل يجلس الا خلاني اجلس قال لي انت استاذ دكتور تتفضل قبلي انا خجلت يعني احنا جينا كلاجئين فالحق يقال ونحكيها دائما صح ان اخذنا جنسيه بس ما ننسى فضلهم يعني بدوا يعلمونا يعني الجانب السلبي موجود طبعا في جوانب سلبيه بس احنا نتحدث على الجانب الايجابي فنريد نشوف استاذ طالب تجربته باللجوء شنو الحقيقه مثل ما تفضلت انه الجوانب الايجابيه عندهم كلش رائعه يعني الاهتمام بيك انت مثلا أنا اهتمامهم بي كفنان الحقيقة كان يعني إيش قد ما أذكره هو قليل بحقهم قليل بحقهم حقيقة ف يعني حتى المعرض اللي عملوا لي أنا ما تكلفت بأي شيء لا تكلفت بالإيجار القاعة ولا تكلفت بالمنشور اللي طبعوا لي منشورات من أجل حوالي 1000 صورة طبعوا لي لأحد اللوحات والسيبي مالتي على ظهر الصورة والعنوان وكذا وهم قاموا بتوزيعها
واعطوني جزء من عندها انه اذا اوزعها لاصحابي او اصدقائي. حقيقه هذا شيء ما ينسى يعني، ويذكر لهم مثل ما يقولون واحد يرفع القبعه اليهم. وما تحملت اي مبلغ من اجل المصاريف، وحتى لو كان انه لو ابيع لوحات انه الي المدخول ما يشاركوني به. وهذا ولو انا ما بعت الحقيقه، انا كلها كتبت على لوحاتي محجوزه لانه كانت حقيقه عزيزه عندي، وما كان عندي القابليه انا بالنسبه لي انتج اكرر اللوحه. انا من طبيعتي ما اكرر اللوحه اذا كانت مو تجاريه، التجاريه لا ممكن تكررها طبعا، يعني تسويها من اجل الترويج او غيره، بس هذني ما كنت اريد ابيعها. اريد اشوف تجربه استاذتنا سهام بوجودها ببلجيكا شلون صار، هم معاناتها مثلنا لو انت لا بالنسبه للفرنسيه نورمال؟ لان احنا في، انا اجيت من المغرب في سنه 2000 ولا اللغه الفرنسيه ما كانت مشكله، لان في المغرب بندرس اللغه الثانيه، اللغه الثانيه وبتدرس من الابتدائي، كانت احنا اللغه الانجليزيه بالعراق اللغه الانجليزيه وبسوريا كمان، فما واجهت صعوبه اللغه؟ اللغه لا. الشهاده كان عندي ماستر، كان عندي في المغرب، ولما اجيت هون كملت السلك ثالثيام سيكل سلك ثالث في لوفالاناف، واخذت ما نسميه بالدكتوراه في اللغه والأدب الإسباني. إسباني يعني مو اللغة الفرنسية. لا يعني هسه حاليا تتكلمين العربية حلو تفهمون عليها لغة عربية، وتتكلم الفرنسية وتتكلم الإسبانية وتتكلم لغة أخرى كذلك البربرية يعني أربع لغات. لاني والانجليزي لا لاني في المغرب احنا نعلمك لاني في المغرب كان عندنا من الابتدائي إما إنجليزي إما إسباني يعني تختار بين عدا الفرنسية، في عربي فرنسي من الابتدائي في الإعدادي إما تختار إنجليزي إما إسباني. أنتوا تفضلون إسباني أكثر؟ لا على المناطق بالشمال المغربي بيفضلون إسباني لأن قريبين على قريبين إسباني. على بالوسط في أكثر الإنجليزي واللغة الإنجليزية هي المستعملة، بس حسب اختلاطي بالمغاربة أغلبهم فرنسي والإسباني. إسباني يعني إنجليزي خليجي لغة أولى عالميا. وصعوبة المعادلة الشهادة واجهت صعوبة؟ لا احنا واجهين الصعوبة، لا لأن معترف أكثر بما أن في نفس المنهج تقريبا. لا الدبلوم البلجيكي اللي ساعد في اللي، لاني كان عندي الدبلوم البلجيكي لما ثالثيام سيكل لما طلبت. احنا معاناتنا بالمعادله الشهاده كبيره يعني انا من الناس المعادله مالتي سوونا اياها يعني موضوع كبير، وخاصه موضوع الميموار احنا مسميه البحث، يعني بالجامعة في بحث طلبوه ويريدون التفاصيل مال الدراسة وجبنا لهم إياه وبيها معاناة. يمكن سأطالب مريت بهاي المرحلة؟ لا والله ما سويت معادلة، لأنه من برا المعرض ودوني في اليوم للأكاديمية الفنون الجميلة هنا، فأنا كان طموحي أنه أدرس يعني بالأكاديمية في العراق، لكنه منعني من اكمال دراستي بالاكاديميه ورحت غير اختصاص بعد الاعداديه بسبب انه كانت قبول خاص في الاكاديميه، اكاديميه الفنون الجميله في العراق كان قبول خاص، فما سمحوا لي انه اكمل، مع كون انهم امتحنوني من ناحيه الرسم اوكي، لكنه القبول الخاص العراقيين يعرفوا شنو اللي يعني. فمن جيت هنا واخذوني للاكاديميه عرضوا علي انه اسجل في الاكاديميه، كان طموحي هذا،
الحقيقة فسجلت جتي من عندهم مو من عندهم فسجلت في الأكاديمية وحصلت على البكالوريوس وكانت هاي السنة الماضية يعني سنة البكالوريوس بالجيب؟ ها مبروك. وكان السنة الماضية حصل على الماجستير لكنه أصابتي بمرض الكانسر وبقي سنة كاملة. لا الحمد لله مشافة مشافة الحمد لله والشكر السنة أكمل إن شاء الله. يعني تخيلوا أخذ البكالوريوس وفرنسيته خلينا نقول ضعيفة متوسطة يعني. متوسطة يعني أخذ بكالوريوس كمل الأكاديمية يمكن 5 سنين. نعم 5 سنين وهو ما يجيد اللغة الفرنسية بس فنه هو كان يتكلم. الحقيقة هم ساعدوني من ناحية البحث لأنه كدرس لازم تسوي به بحث على أحد الفنانين لازم تقدمه وتقدمه وبالفرنسية وبالفرنسية فالأستاذة كانت تتكلم إنجليزي الحقيقة حتى في أثناء الدراسة فالأساتذة مثلا يشرحون بالفرنسي أنا أحيانا تغيب علي كثير من المفردات أو كثير من الشرح فالطلاب اللي معايا يعرفوني أنه أنا أتكلم إنجليزي يترجموني تعاون حلو يعني ساعدوني هواية. وأيضا أكو أحد الأساتذة يتكلم إنجليزي بيرفكت فكان يساعدني يشرح لي إلي برا الدرس أو أثناء الدرس برا ما يخلص يشرح بالفرنسي إلي يشرح لي برايفت بالإنجليزي فحيل ساعدوني الحقيقة. هم عندهم الخدمة اللي يقدموها إنسانية بحت يعني صح يعني بشكل ما شفناه الحقيقة في أماكن غير. فمن قدمت البحث اللي طلبوه من عندي ساعدوني به كثير يعني أنا أكتبه بالإنجليزي هي الترجم لي اللي أريده اللي أكتبه ترجم لي هي بالفرنسي وتحاول أنه أنا أكتبه يعني أنا أترجمه يعني تضرب عصفورين بحجار هم تعلمك وبالساعدة والله. فالحقيقة هو بس هذا اللي جحت به السنة الماضية وبقية الدروس بسبب المرض أجلوا ليها إلى هذه السنة اعتبر السنة غير رسوب لأسباب مرضية يعني. بس الحمد لله أنت شهادة صارت بتجيب الحمد لله إيه. الحمد زين أحلى لوحة بالنسبة لك شنو اللي هي سلسلة ما شافة لوحاته لا. لوحاته كلها تراثيات بغداديات تراثيات واشترك بغدادية. معانا بأكثر من معرض أقرب لوحة إليك باع اللبن فيه اللي موجودة في البيت حاطة نعم. لوحة باعة اللبن هو عبارة عن رجل بالباب نعم. ويبيع لبن للأمراء الحقيقة هاي موجودة أنا حبيت ردنا اشتراها ما يبيعها هاي كانت يعني باع اللبن بالعراق كان مشهور يعني في الأحياء الشعبية يبيعون لبن بالشوارع يعني أما يشيله على ظهره أو أما عربانة أو يجي يفتح في مكان معين جدر باللبن وكذا وجدر ثاني يحط بيه القلاصات مالته يغسلها وكذا الحقيقة مشهور هذا كان في وقت من الأوقات مثل السقة اللي كان أيضا في العراق كان اللي يجي يملي الحب تعرف الحب حضرتك هي ما تعرف الحب لا هي شفت قارورة كبيرة وبيها مي وإحنا حتى كنا نخلي البطيخة جوه نفتحها ونشيل القشر حتى تبرد هو هذا من الفخار هو يسوي فخار يبرد الماء بدون ما تحطي له ثلج او بدون ما يبرد الماء واللي ينقط من تحت من عنده احيانا يحطون قلاص لان يكون مصفى جدا ماي زلال احنا اي سلام احكي لنا على تجربتك العام هذا العام 2019 عملنا حفل ثقافات العربية وبحثنا كثير على فنانين عرب مشان كنت ما تعرفي أستاذ ما كنت بعرف أستاذ طالب من حضر من حضر حضر مخرج سوري رياض أسمر رياض أسمر وعمل قدمنا فيلمه أكيتو وين عملته؟ قدمناه بقاعة لبوميغ هون في ليج وكان الحفل هدف الحفل كان تعريف الثقافات العربية وحكينا فقط العربية مو الأجانب لا كان لأن لا كانت العربية هذا كان كخطوة مشان كل ثقافة تيجي على المدرسة يعني مشان نشجع كل واحد إنه يعتز ويقدم ثقافته جيد وبدأنا بال
بالعرب اللي كانوا عندنا، كانوا عراقيين، سوريين، مغاربة، جزائريين، كانوا الطلبة هم اللي قاموا بتنظيم هذه الحفلة، وكانت فيها مرحلتين دو بارتي، كانت فيلم السوري رياض الأسمر ومسرحيات قصيرة قدمها طالب سوري يجي على لو مون دي بوسيبل، كوميديا كان عملها بالعربي فرنسي، كانت كتير منيحة لأنه قدم مسرحيتين، وكان الهدف هذا هو إبراز القدرة لكل لاجئ، لكل شخص مختلف. في عندك لاجئين بقوا مخيرتك تقولين والله الحمد لله أنا تعرفت عليه؟ إيه، كان جورج دومبكلي سوري، والهلا عندنا بمدرستنا. شنو هذا؟ هو فنان سوري عنده مسرحيات. فنان بال بسوريا، وهو هون لاجئ لأنه كان عنده تاريخ في سوريا، عمل مسرحيات. ممثل ولا مخرج؟ هو ممثل مسرحي، وعنده مسرحيات مشهورة عملها في سوريا. ونعيم زميل إله اشتغلوا في سوريا اثنيناتهم، ورياض الأسمر المخرج السوري هذا ما درس عندنا، هذا زميل كنا اشتغلنا بالكوميسارية ببروكسل اثنيناتنا كمترجمين. هذا حلو. كان زميل قديم إلي. ولما اشتغلت في الكوميسارية تعرفت بكتير مترجمين اللي كانوا لاجئين هون. يعني انت مؤمنة بقدرات اللي ناس اللي تيجي، يعني اللي يجي مو مجرد لاجئ ننطيه بس اكل ومي وملجأ، لا في مواهب لازم واحد يتبناها. وهذا ضمن هدف من اهداف جمعيتنا، لان عندنا مشروع يونيفيربال اسمه مشان الاشخاص اللي اجوا وعندهم دبلومات، عندهم دبلومات في بلدهم ومو تم الاعتراف بها هون في بلجيكا. ولو موند دي بوسيبل بتعمل فورماسيون، دورات معلومات، ودورات مشان فورمي هذه الاشخاص، وبترجع مترجمين. عندنا اشخاص عندهم دبلومات، كانوا اساتذه في العراق، كانوا اساتذه في المغرب او دكاتره، وهون مو اعترفوا لهم او بالاحرى ما يهتمون بهذا الموضوع. انا اللي لاحظت الجانب الرسمي، انت لاجئ، نعم، حطوا في سنتر، اكل ونوم وكانه حقل دواجن. بس بعض المؤسسات مثل مؤسستكم، واحنا حاضرين كاوياك منظمه اوروبيه عربيه للتبادل الثقافي، يؤمنون بقدرات اللاجئ. يعني اللاجئ ما يجي زيرو، اللاجئ هذا في عالم، في استاذ جامعه، في مخرج، في رسام، في كذا كذا، في ممثل. يعني هاي القدرات انتم تساعدون في تطويرها وفي ابرازها. ايه، عندنا هذا هو هدف حتى دروسنا، لكن بعض المرات لازم نحكي على الجانب الآخر للاجئ. في لاجئين ما بيحبوا هاي المشكلة، لا يريد يتعلم ولا يريد يشتغل ولا يريد يختلط، فكيف هذا واحد يتعامل معه؟ يريد بس راتب، والراتب يقول هذا مو قليل، هذا ما يكفيني، اذا هذا الوقت وهذا النقاش نقاش طويل، نخليه جلسه اخرى. يعني مرات بتعمل كما تفضل الدكتور طالب ذكر، لما راحوا زاروا معرض، في اشخاص مو كمثل الدكتور طالب يقبلون بسهولة، يروحون مع المدرسة، يزورون معرض، ما يهتمون. يقعد يجلس في بيته ويأكل. مع أن هاي الزيارة اللي عملها الدكتور طالب إجت بنتيجة، أخذ بها بكالوريوس وإنشار.
لكن في اللي ما يفكرون بهذا الشكل. هذا الجانب السلبي بالنسبة للاجئين. والكلام طويل، احنا نبقى على تواصل ان شاء الله. خلينا نقول هاي الحلقة الاولى. اذا كونوا معانا، وشكرا جزيلا للاستاذة العزيزة سهام، والاستاذ طالب، والاستاذ المخرج مؤيد جاسم. شكرا جزيلا، الى اللقاء.